يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة من الحبوب وقد طبخ؟ جزاكم الله خير. لا، ما يكفي الطعام المطبوخ عن صدقة الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها بالصاع، والمطبوخ لا يمكن يكال بالصاع، فيخرجها أيضا الفقير قد لا يريد الطعام المطبوخ، يريد طعام غير مطبوخ ليتصرف فيه، يتصرف فيه، يأكله، يبيعه، يتصرف فيه حسب حاجته. أما الطعام فهو ما يصلح، ولو تأخر يخرب، خلاف الطعام غير المطبوخ فالفقير يدخره عنده لوقت حاجته. ويكفي عن هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الصاع بالمقدار، معلوم أن المطبوخ ما يمكن أنه يكال. نعم.